مساء الخير. لسه زعلانه مني ولا ايه؟ وفي ايه يفرح؟ طب العلبه دي فيها ايه؟ هيكون فيها ايه؟ سد الحنك. شفتي بقى انت جبتوني عليا مع انك انت الغلطانه؟ لا بقول لك انا مش غلطانه. طيب يا حبيبتي مش مهم مين فينا غلطان، انا غلطان يا ستي. ممكن بقى تنزلي الحاجب اللي فوق ده اللي مش عبطاه على طول؟ مش مكانه فوق، مكانه تحت، شكلك بيبقى احلى حياتي. حلو، نتكلم بقى براحه. قول اتحفني. ايه ده؟ بمرن بقي عشان اتحفك بس مش اكتر. طب انت فاكره ان انا مثلا مش عايز انا وانت واولادنا نروح كومباوند ونقعد في شكل احلى وفي مستوى اعلى؟ تفتكري حاجه زي كده؟ هو انت بتقول لي انا؟ ما تقول لنفسك. انا مش لاحق اقول لنفسي حاجه. معلومه يا حبيبتي، انا بقول لك وبقول لنفسي عادي يعني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ابوكي عمل فيك ايه وانت صغير؟ انا ما اعرفش. طب يا حبيبتي هقول بس الموضوع كله ان الوقت مش مناسب ان احنا ننقل، مش اكتر. امتى بقى الوقت المناسب؟ قول لي مثلا امتى؟ شهر؟ شهرين؟ اديني ميعاد، ما تسيبش الموضوع عايم كده. صح عندك حق، ما ينفعش اسيب الموضوع عايم كده. لا اقل من سنتين، مش انت قلت سنتين؟ اقل من سنتين ان شاء الله. ايه يا سخيف مالك، في ايه؟ هو مفيش حل؟ ها؟ مفيش حل تتكلمي مع جوزك بطريقه احسن من كده صح؟ مفيش امل؟ ها؟ يا حبيبي يا روح قلبي يا حته من قلبي، هي عاجبك الاسلوب ده؟ قول لي بقى امتى وخلصني. هو ده مبرد؟ مبرد ها؟ طب ما تبردي بيه لسانك، ابردي بيه لسانك. العيشة تقرف. استنى هنا، استنى هنا، رايح فين؟ رايح فين؟ رايح اعمل كوبايه شاي اشرب بيها واكل سد الحنك اللي انا جايبه. لا مش هتمشي غير ما تشوف لي حل. ليلى العيال جايين من المدرسه دلوقتي، مش عايزهم يجوا يلاقوا دماغهم امهم متكسره ومطلعه كره وحقد ونيله. لا يا اخويا ما تخافش على العيال، كلمت ماما وهتروح تاخدهم من المدرسه. وما قلتليش ليه؟ وانا اقول لك ليه؟ مش عيالي؟ هو لازم استثنيك عشان يروحوا عند جدتهم؟ اه طبعا مش عيالي، توديهم اطرح ما انت عايزه بمزاجك، هو في كده؟ وبعدين خدي بالك من الحاجات اللي انت بتعمليها دي هتخليني اكرهك وازعلك زعل كبير. لا يا اخويا، حوش الهنا اللي انت معايشني فيه ده، انا من يوم ما اتجوزتك وانت مركبني الهم. انا يوم ما اتجوزتك كان لازم اديكي 100 شلوت على وشك، هو ده اللي انت تستاهليه. استنى هنا، استنى سمير، انا مش طايقه المكان باللي فيه والله والله. لو ما شفتش حل هاخد العيال والهدوم ومش هتشوف وشي هنا تاني. عايزه اشعلقك من رموشك دي اللي انت عماله تعمليها كده 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 كده، هو ده الحل الوحيد بالنسبه لي. وبعدين اللي بيطلب حاجه بيطلبها بادب واحترام. فهمتك مليون مره، مليون مره فهمتك، وكل اللي قلته لك حاضر حاضر، بس اديني وقتي. ايه المشكله؟ صح انت عندك حق، خلاص ما تزعلش، ما فيش مشكله بجد. طب هعمل لك معايا شاي؟ لا هتكتب لي الشقه جديده باسمي. تصدقي بقى ان احنا مش هنتحرك من الشقه دي ابدا؟ وهمسمارك هنا في الشقه، همسمارك مش هحركك من الشقه دي ابدا، فاهمه ولا لا؟ هو كل ده عشان بقول لك اكتب لي حته شقه باسمي؟ لو هتروحي كمان تكلمي امك دلوقتي تخليها تجيب العيال حالا، فاهمه؟ هو في ايه؟ ها؟ في ايه؟ كل ما اقول لك اكتب لي الشقه باسمي تتهرب وتخاف وتتوتر، في ايه؟ اكيد في نيتك حاجه مش كويسه من ناحيتي. في نيتي حاجات، في قلبي بلاك من ناحيتك، عنكبوت معشش جوه، وانت اللي مش حاسه، وكل ده بسببك. وخدي سد الحنك. ماشي يا سمير، تمام. استنيني تحت البيت بقى. قال ماشي يا سمير، قال هتعملي ايه يعني؟ على فين؟ ماشية ومش جاية لك هنا تاني. يعني أنا لو ما كنتش وافق على اللي أنت عايزاه تمشي؟ أه. يعني أنت مرتباها؟ حاطة العيال عند أمك؟ محضرة شنطتك؟ ولو سمير قال لأ أتكل على الله، صح؟ احسبها زي ما تحسبها. طب بص يا ليلى، عليا الطلاق. لو أنت مشيتي دلوقتي هتبقي طالق. هو انت بتهددني؟ لا انا هطلقك. ماشي يا ليلى، انت اللي بديت.